بول بول 50 شاي واحد فول واثنين فلافل وبسرعه المدير يرجع الله يبارك لك. ما تيجي تقعد مع قريبك يا هيما. انت مش قريب يا صالح. هو انت سبت سناء وجاي تريبني انا ولا ايه؟ يا عم مراقبتين جاي اشرب معاك حاجه ونتكلم كلمتين. مفيش بينا كلام يا صالح. لا في وكلام ياما كمان. وانت عايز ايه؟ على فكره ما اعرفش حنان فين. بس مراتك تعرف. مشكلتك مع حنان مالكش دعوه بسناء. اعمل ايه ما قداميش غيركم؟ كلام رجوله ايدي في ايدك وسناء بره الموضوع وفي الامان. حتى لو اعرف مكان حنان فين مش هقول. شكلك كاره الجواز وعايز تخلص من مراتك صح؟ مالكش دعوه بمراتها صالح. الغي الحاجه يا بلبل. بحر الاذى واسع يا ابراهيم. والعار اللي ما صابش مره يسيب في الثانيه. ومراتك مهما كانت ست مش تستحمل عيل صغير اتعرض لها وهي راجعه من الشغل. هات الاكل والشاي بتوع استاذ ابراهيم يا بلبل. طول عمري اقول عليك عقل واحد في العيله دي.